عليهم بقى. نروح بقى لحاجة حلوة تانية في مصر. النهاردة بنتكلم عن بطل عالمي مصري آخر اسمه رامي السباعي أو بيج رامي، بطل مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام. كلنا شفنا صوره، كلنا شفنا فيديوهاته. أكبر بطولات العالم النهاردة للعيبة المحترفين في كمال الأجسام، اللي حظى النهاردة باستقبال الحقيقة كبير جدا في مصر على قدر وقيمة البطل العالمي الكبير. النهاردة كان مطار القاهرة وتحديدا الصالة رقم 3. الصالة دي كانت النهاردة متزينة يا جماعة بصور رامي وهو بيشارك طبعا في بطولة مستر أولمبيا للسنة دي. يمكن تعرضت كمان لقطات له عبر الشاشات المنتشرة في المطار النهاردة، مطار القاهرة. كان في احتفالية كمان خاصة لاستقباله وقت ما وصل على طول طبعا من على متن رحلة مصر للطيران اللي جاية من نيويورك. أشرف صبحي النهاردة وزير الشباب والرياضة كان على يعني من يعني في المقدمة على استقبال طبعا رامي السباعي. كان معاه عدد من أبطال رياضة كمال الأجسام المصريين اللي احتفوا بهذا الإنجاز التاريخي اللي بيتحقق لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية. النهاردة أول ما وصل على طول الحقيقة للمطار، دخل يمكن رامي على صالة كبار الزوار وحرس، يمكن العمال بقى راحوا استقبلوه، في ناس كتيرة جدا اتصورت معاه. في طبعا يعني يمكن النهاردة الشركة الراعية للبطل المصري العالمي ده، النهاردة كان في حافلة مكشوفة عشان تلف بيه في جولة احتفالية في شوارع مصر كلها. نروح نشوف التقرير ده مع حضراتكم عن رامي السباعي أو بيج رامي، ونرجع في البيت الكبير. وخصوصا في التوقيت ده إرادة ربنا سبحانه وتعالى. أنا كنت شايف حكاية جاية، لأن أنت بتسعى ليها من قلبك ومن عقلك وتفكيرك وطول الوقت بتشتغل على نفسك، لكن أنا كنت عارف هتيجي. بس أنت وإزاي دي بتقدر نور عز وجل. أقسم بالله أن ربنا اختار لي أحسن وقت ليا في حياتي. أنا الحمد لله محظوظ إن أنا ليا جمهور كويس جدا وأحسن جمهور في الدنيا. الناس بتشوفني بره دلوقتي، لما بيشوف الناس دي حواليا بيحسدوني ان انا من بلدي، من بلد عظيمه دي. الحمد لله ان انا من بلد اسمها مصر، فيها احسن ناس في الدنيا. الحمد لله رب العالمين. مبسوط جدا ان انا اللي احسن في صوتي ليه طعم وقيمه. من بدايه ما طلعت من هناك الى نيويورك والناس بتحتفل بيا لحد ما جيت انا وصلتهم، انا مش قادر اشوف، مش قادر الاقي كلام يكفيكوا حقكم. لكن لو جريت السمك تكفيكم كلمة بسيطة أو فهي يعني تحت عنواني وهي تستخدم. أنا شاكر جدا لكم، ربنا يقدرني ويسعدكم كمان وأكون سبب في فرحة كل واحد فيكم ولو للحظة. شكرا جدا لكم. السلام عليكم. رامي بيلعب الرياضه دي من زمان قوي، بس انا اعرف رامي من 10 سنين زي قصه اي بطل في العالم، بيكسب شويه بيخسر شويه، لكن ما زالت كان عنده دايما الهدف بتاعه واضح وعنده اراده من الحديد من وجهه نظري، وهو ده اللي خلانا نقدر نتعاون معاه ونوصل للي احنا حققناه النهارده. هو البطوله دي من تاريخها 56 سنه كسبها 16 واحد على مر التاريخ. رامي رقم 16، اول مصري
واول عربي، لانه سمير بنوت سنه 83 كسب مش باسم لبنان، فاول مصري وعربي يكسب هذه البطوله، ودي هيفضل طول عمره اسمه محفور عليها للتاريخ، فدي حاجه لينا كلنا. رغم الظروف اللي مرت بيها قبل كده اللي هي كانت في 2017، الحمد لله هو صمد ووقف، وحتى لما اتصاب بجائحه كورونا دي برضه تغلب وربنا شفاه وصمم على اللي هو فيه وعايز يوصل للنتيجه اللي هو عايزها، والحمد لله وصل. وكانت الفرحه طبعا بالنسبه للاسره والجيره، طبعا كانت فرحه عارمه، قعدنا يومين ما بننامش. فرحه جت لنا كده من السماء من عند ربنا، احنا يعني ما نقدرش نوصف لك الفرحه اللي احنا فيها. احتفالات ويعتبر يعني اليومين بتوع البطوله دول احنا ما نمناش فيهم من كتر الفرحه، ما شفناش النوم خالص. فالحمد لله يعني، ورامي شرفنا وشرف البلد كلها ورفع راسنا وراس مصر كلها والعرب كلهم. مبسوطه جدا باللي رامي عمله النهارده، ومبسوطه بفرحه الناس حواليه وبفرحه رامي جوه مصر. شرفنا ورفع اسمنا كلنا ورفع اسم مصر عالي الحمد لله. والله انا ما حسيتش بنفسي، انا عن نفسي كنت في حاله هستيريه طبعا من تعب السنين كلها، الحمد لله في اللحظه دي داب خلاص ما عادش موجود. شرفتنا وشرفت نفسك وشرفت اسم مصر كله، وكفيت ووفيت. بجد حاجة تشرف، فعلا حاجة تشرف. وبنتكلم على بيج رامي، ويمكن كنا بنتكلم قبليه على محمد صلاح. خلينا نعمل لو عملنا مقارنة صغيرة كده، ودايما احنا هنا في البيت الكبير او يمكن لازم الاعلام المصري يدي اكزامبل للولاد اللي طالعين، الولاد الصغيرين اللي طالعين، اللي لازم يكون ليهم مثل اعلى، مثل اعلى في الرياضة. ما بنتكلمش على كرة القدم بس، بيج رامي كمان بيدي مثل، يعني مثل في الاجتهاد، في الاصرار، في العزيمة، في المعاناة. هتقارن محمد صلاح ببيج رامي، الاثنين من أسرة مصرية بسيطة جدا، الاثنين عانوا بشكل كبير جدا، لكن كان عندهم الإصرار، كان عندهم العزيمة، كان عندهم كمان الإيمان، زي ما شفنا مع رامي كان مؤمن بأنه هيوصل لنقطة كبيرة جدا، زي ما كنا بنشوف صلاح أنه دايما بيأمن أنه هيوصل لأبعد نقطة، وإن شاء الله محمد صلاح قريب منها جدا، ده لو ما كانش وصل لها. فعايزين ناخد من دوت دايما المثل، دايما المثل ان عندنا في بلدنا اللي بيجتهد واللي ان شاء الله يكون عنده الاصرار والايمان والعزيمه ان شاء الله هيوصل لهدفه. وده يعني دوت الهدف الكبير من حتى وصول وهذا التقليل الرامي. عارفين طبعا ان رامي السبيعي يعني توج بالميداليه الذهبيه دي وفاز بالمركز الاول في مستر اولمبيا 2020 يوم الاحد اللي فات في مسابقه، طبعا دي مسابقه الوزن المفتوح، تنافس ضد ثنائي امريكي رهيب. يمكن كمان اللي متابع كمال الاجسام يمكن المستوى على مستوى امريكا كانت دايما متصدره، لكن كان يعني تحدى الامريكي الطويل طبعا هيس وردن والايراني هادي شويان او شوبان. البطوله ديت كمان يمكن انا اتكلمت مع بعض اصدقائي المهتمين بكمال الاجسام، قال دي من اعظم البطولات في طبعا في بطوله كمال الاجسام، لان بطوله للمحترفين. يمكن دي البطوله سنويه بيعقدها طبعا الاتحاد الدولي لكمال الاجسام الاي اف بي بي، دي الجائزه الارفع قدرا للاعبي كمال الاجسام المحترفين. البطوله ديت انطلقت سنه 65، بتقام يعني المسابقه دي في شهر طبيعي انها في شهر سبتمبر، لكن طبعا ظروف كورونا والوضع الاستثنائي اللي مر بيه العالم يمكن تاجل هذه البطوله اللي تكون شهر ديسمبر. ويمكن رامي من خلال تقريره قال انا محظوظ كمان انها العمليه دي اتاجلت عشان كمان يبقى المعاناه اكتر شويه، وهو كمان يعني عانى بشكل كبير جدا. وهقف عند النقطه دي تاني وباكد معاك يا سهام ان دول مثالين عندنا، محمد صلاح ورامي، لازم نعرض دوت ونبرز دوت ونخلي الصوره عليهم
مش خلال ان هو بس بيتوج، من خلال المعاناه اللي مر بيها، من خلال اصراره، من خلال كمان حبه لبلده. قد ايه رامي كان فخور ان هو مصري، قد ايه محمد صلاح كان فخور وهو بياخد البريمير ليج بعد غياب 30 سنه من ليفربول انه بيلبس العلم علم مصر. فده دي الامثله اللي ان شاء الله كده اولادنا الصغيرين يحتذوا بيها باذن الله ان شاء الله. عجبني وهو بيتكلم لما كان بيتكلم عن الايمان طبعا، وفكره الايمان هو شايف بعينه اللي هيوصل له صحيح. ولما يقف على المسرح ايه شكل يعني شكل تتويجه بالبطوله دي، هو كان شايف لانه كان عنده اصرار، وكان هو من اسره بسيطه زي ما انت قلت. ومحمد كمان، وفي ناس كتيره جدا كده، وفي ناس كتيره قوي في بلدنا كده. خلي بالك معظم الناس الابطال اللي كتبوا تاريخ في مصر معظمهم من الاسر البسيطه، ودي الناس اللي بتتحدى نفسها. انا عايزه اقول دي الناس اللي ما بتلتفتش وراها، دي الناس اللي مركزه جدا في ورقتها زي ما بيقولوا. انا بحب قوي الناس دي يا جماعه، بحب قوي الناس اللي مركزه مع نفسها، ما بتلتفتش يمين ولا شمال ولا ظهر ولا في ظهرها. الناس عايزه تشتغل، عايزه تسطر اسمها في التاريخ، في كرة القدم، في حمل الأثقال، في المجال الطب، مجال الهندسة، في أي مجال، في أي مجال لا تلتفت لأي كلام وخلاص. عجبني كمان حاجة إنه أنت النهاردة يعني اللعبة دي ما كانتش يعني على خريطة مصر خالص، ما كانتش يعني على الخريطه. كمان الاجسام موجوده لكن ما كانش بالاهتمام الشعبي تقصدي؟ لا بتكلم على انه اللعبه عالميه، ما كانتش مصر على خريطتها. فالنهارده رامي بيسطر ده لاول مره تقريبا في تاريخ اللعبه، ان يعني حد من ابناء بلدنا من مصر هو اللي بيحقق هذا الانجاز دوت في 2020. فما فيش حاجه صعبه ان انت توصل للسماء، ده مش صعب خالص. كل حاجه ممكن تتحقق، كل حاجه ممكن تتحقق، كل حاجه ممكن تتحقق، مفيش حاجه صعبه ابدا. اهم حاجه الضمير.